رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مجموعة من الأخبار والخبر اللي شاغل العالم كله، فيروس كورونا مفيش غيره دلوقتي، هو حديث صحيح. الساعة في كل دول العالم، حتى في مصر في كل المواقع، بس احنا الحمد لله قلبناه كوميدي شوية في الفترة الأخيرة يعني بشكل كبير، ولكن الموضوع جد جدا في الصين والعالم بيتعامل معاه بشكل جد جدا، ويمكن كمان في بعض الدول اتهمت الصين انها ما بتتعاملش بشفافية على الرغم من حالة الطوارئ اللي عاملاها الصين هناك، ولكن اتهمت ان هي ما بتتعاملش بشفافيه او بالمجهود المطلوب، ولكن مندوب الصين لدى الامم المتحده اللي هو تشانغ جون اكد ان بلاده تعاملت مع انتشار فيروس كورونا بشكل جاد جدا وبطريقه شفافه ومسؤوله للغايه، بعد الانتقادات زي ما قلت لحضراتكم اللي وجهت لبكين بعد عدم تحرك سلطاتها المحليه بالسرعه المطلوبه. صحيح. ما نتحركوش يعني، بس هو يعني النص الثاني من الخبر اللي بيدي امل للعالم كله هو ما اعلنه المتحدث باسم لجنه الصحه الوطنيه الصينيه ان اعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين بدات في التراجع انحسار. اعتقد التدفئه والجو هو ليه عامل برضه في الموضوع ان شاء الله يعني، ولا ايه؟ خلينا نعرف من التقرير. صح، ده افضل برضه. ده افضل. ماشي، نمشي تقول اي حاجه النهارده. مع استحواذ الصين على أغلب حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا القاتل كوفيد-19، تشهد البلاد أكبر حجر صحي في العالم يخضع فيه المواطنون لقيود شلت حرية التنقل حتى لقضاء الضرورات الأساسية. في مدينة ووهان بؤرة المرض بمقاطعة هوبي، تفرض السلطات الصحية إجراءات صارمة من بينها تقييد حرية تنقل سكان التجمعات السكانية إلى درجة منع الخروج أو الدخول إلا للضرورة. فعلى سبيل المثال يسمح فقط بسكان إحدى التجمعات السكنية الخروج لشراء احتياجاتهم الضرورية مرة كل 5 أيام، ولا بد أن يحصل أي ساكن على تصريح للخروج يسلمه عند الرجوع، وقبل أن يدخل مسكنه عليه أيضا أن يملأ استمارة خاصة باسمه وعنوانه ودرجة حرارته، حتى السكان الذين لا يغادرون منازلهم يتم قياس درجة حرارتهم بصفة يومية. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يملكون القدرة على التحرك بسهولة، لا يسمح لهم بالحصول على طلباتهم بواسطة عامل التوصيل، وإنما يتولى المسؤولون عن تطبيق إجراءات الفحص بإمداد المحتاجين بالخضروات والفواكه اللازمة لهم. وتعكف في ووهان 40 مؤسسة على إجراء تحاليل دورية تشمل أشخاصا تتراوح أعدادهم ما بين 8000 و10000 شخص في اليوم الواحد. وفي المدينة المنكوبة بالفيروس القاتل يوجد 40 مستشفى توفر 12000 سرير مخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا وفي حالة خطيرة. وعلى الرغم من عدم انتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا القاتل كوفيد-19 إلى العاصمة الصينية بكين بنسبة كبيرة مقارنة بالوضع في ووهان، إلا أن ذات إجراءات تقييد حرية الانتقال قائمة خوفا من اجتياح الفيروس القاتل للعاصمة. نسلم كل عائلة تصريحين للخروج والدخول فقط، ليس لدينا خيار، نود أن نعطي كل عائلة المزيد من التصريحات ليرتاح كل ساكن، ولكن من المستحيل علينا فعل ذلك. الرئاسة الصينية اعتبرت أن تدابير الوقاية ومكافحة الفيروس المفروضة على المواطنين قد حققت نتائج ملحوظة، وأن إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته دخلت مرحلة حاسمة. يعني حقيقي منظر صعب جدا، المرضى وهم في بيتم التعامل معهم في الأسرة في الحصول على العلاج. أتمنى إن شاء الله أن هذا الوباء وهذا الفيروس يتم إيجاد إن شاء الله علاج ليه أو تعامل ليه. اللي هنشوفه بقى دلوقتي الصينيين إزاي بيتعاملوا مع المرضى في المستشفيات، ابتكروا طريقة مختلفة وهي عن طريق الروبوتات. الروبوت يخش جوه الحجر اللي هو موجود فيه المرضى
ويبتدي بقى يديله الدواء يتعامل يصدر درجه الحراره. كمان يا محمد في التقرير اللي فات ده شفنا اللي بيدخل يتعامل مع المرضى تقريبا ما فيش يعني تعقيم كامل حتى في الشارع، عامل ماسك بشكل كامل جدا عشان يقي نفسه طبعا من العدوى، ولكن بالطبع في ناس ممكن تكون بتخاف اكتر على نفسها او خوفا من انتشار العدوى، لان يعني لسه حتى اللحظه مش عارفين فكره الانتشار بتيجي بهذه السرعه ازاي. فبالفعل زي ما محمد قال ابتكروا حاجه جديده جدا، هم دخلوا ان الروبوتات هي اللي تقوم بتدخلوا لهم الطعام داخل الاماكن، لكن ده موضوع تاني. ده في الولايات المتحده الامريكيه في تايمز سكوير في نيويورك، ده روبوت بيحطينه بس لمجرد ان هو يلفت النظر عشان يبدا يشرح للناس اللي بتتجول في الشوارع هناك ان هي ايه هو فيروس كورونا، ازاي نقي نفسنا منه، تعليمات وارشادات عنه كتوعيه ووقايه منه بشكل كبير، لانه هيكون طريقه جذب اكتر للناس في الشوارع ان هم يسمعوا وينتبهوا ليها. طبعا احنا عارفين الولايات المتحده الامريكيه ظهرت فيها عدد من الحالات، فبالتالي كان عليها ان هي تعمل حاله من الانتشار والوعي. ولكن المهم في الموضوع في الصين نفسها فكره استخدام الروبوت للتعامل مع المصابين فكره مهمه جدا، ان هي على الاقل بتقلل من احتماليه ان ينتقل الفيروس للممرضات والدكاتره اللي بيتم، لان احنا شفنا اول طبيب فاكر اللي اصيب يعني. اللي تعامل مع الحاله وبالفعل اصيب بالفيروس، فبالتالي بيحاولوا يحدوا من انتشار الفيروس بشكل كبير. طيب احنا كده خلصنا مجموعه من اخبارنا المنوعه، هنبتدي معاكم دلوقتي بقى قراءه في ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. قراءة نحاول فيها بقى نجيب لكم ما بين السطور، هيكون معانا اتصالات هاتفية نحاول نفهم أكتر العناوين اللي موجودة النهاردة. هنبدأ معاكم بجريدة الأهرام والصفحة الأولى، عنوان رئيسي تخفيف أعباء الفئات الأكثر احتياجا ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، الرئيس تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض الدين العام والحد من التضخم. طبعا كلنا عارفين ان الدولة الشغل الشاغل بتاعها في الفترة الأخيرة او بقالها سنين كتيرة ان هي ازاي تحسن جودة الحياة عند المصريين وخاصة عند الفئات الأكثر احتياجا وتوفر لهم كل احتياجاتهم. خلونا نعرف أكتر جهود الدولة في هذا الجانب واهتمام الدولة بيه بشكل كبير من خلال حديثنا مع الدكتورة نوران فؤاد أستاذ علم الاجتماع السياسي اللي منوران عبر الهاتف. دكتورة نوران صباح الخير. صباح الخير عليكي. يعني دايما في كل اجتماع تقريبا وكلمة للسيد الرئيس كثيرا ما يتحدث عن الفئات الأكثر احتياجا وازاي ندعم هذه الفئات ونقدم ليها أفضل مستوى معيشي أفضل وتحسين وضعها الاجتماعي. والله حضرتك هي دي الفئات المستهدفة من عملية التحسن الاقتصادي اللي احنا فيها، والمشروعات طبعا العملاقة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي من مشروعات طرق لمشروعات اسكان لمشروعات حتى في سبيلها الى النور زي زيادة الدخول وزيادة نسبة المعاش بالنسبة للمحالين المعاش، كل دي مشروعات بنحاول بيها تحسين الصورة الاقتصادية لنمط الحياة اليومية اللي بيعيشها المواطن وذلك لزرع الانتماء داخله. نعم بنشكرك طبعا شكرا جزيلا، وزي ما حضرتك ذكرتي يعني الاهتمام الدولة او تحسين مستوى المواطن في جوانب كتيرة جدا ومشروعات كتيرة جدا تخص المأكل والمشرب والمسكن، كل حاجة تتعلق بالمواطن بيتم الاهتمام بيها بشكل كبير من الدولة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نوران فؤاد أستاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك معنا. طيب نطلع لعنوان اخر وجريدة اخرى واجتماع هام كانت بتحتضنه القاهرة وخاص ب القوات المسلحة. الفريق محمد فريد خلال اجتماع رؤساء أركان دول الساحل الخمس G5، القوات المسلحة تحقق استراتيجية مصر في دعمها للقضايا الإفريقية، مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتشجيع مبادرات التنمية لدعم الاستقرار. طيب. طيب خلينا نعرف اكتر تفاصيل اكتر والرسائل الهامه اللي صادره من هذا الاجتمااع مع سياده اللواء ناصر سالم المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. صباح الخير يا فندم. اهلا صباح الخير. صباح الخير يا فندم. بنتكلم يا فندم على الاجتمااع اللي صادفته مصر رؤساء اركان الدول الساحل الخمس G5 فندم. بالتاكيد هذا التجمع وهذا الاجتماع له اهميه كبيره بالنسبه للجانب المصري، نريد ان نتوقف امامها يا فندم. أولا بالنسبة
تعبير اللي احنا دايما نقول تجمع او الدول الساحل، دول الساحل. كلمة الساحل ده بس اختصرت كلمة والصحراء، لان ده تجمع الساحل والصحراء، ده تجمع من اكتر من 20 دولة، تحديدا 27 دولة افريقية اللي حضر منهم هذا الاجتماع. هم الاهم الدول الساحل اللي هم الخمس دول اللي هي مالي وتشاد والنيجر موريتانيا وبوركينا فاسو، وحضر معاهم الدول المنحة، ودي كلها تقريبا دول أفريقية. الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز عملية مجابهة الإرهاب ومجابهة الأمن اللي هو مهتز في هذه الدول وفي أفريقيا تحديدا بعد انتشار الإرهاب فيها. مصر في هذا المؤتمر بتقدم وكما قدمت من قبل كل المعونة لهذه الدول، وخاصة ان احنا بندرب معظم الافراد اللي هم الافراد الامن او اذا كانوا قوات مسلحة من دول الساحل والصحراء، بنعقد ليهم دورات تدريبية هنا في مصر لرفع مستواهم وتقديم المساعدة الكاملة ليهم، سواء كانت فنية او مساعدة بالمعدات وبالمعلومات لرفع مستواهم، لان هناك دول غير قادرة على مجابهة الارهاب بمفردها. وبالتالي كان مقترح مصري واللي كل الدول دي رحبت بيه وبتساعد فيه، ان من يقدر يقدم المعونة لغير القادرين. وبدأت مصر بنفسها ومن خلال هذه الاجتماعات طبعا، واخرها هذا الاجتماع اللي هو سيد رئيس اركان حرب القدس سلاحة اجتمع فيه مع الخمس دول اللي هم الجي 5 والدول المانحة، عشان نحدد فيها بعض النقاط الأساسية، وخاصة الأهم حاجة فيها إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب. وده الاقتراح اللي تقدم به السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة الأخير اللي كان في أديس أبابا، وقال طلب من كل الرؤساء أن الموضوع يدرس باستفاضة، لأن مش هيبقى الموضوع سهل، وخاصة أن هذه القوة محتاجة ميثاق محدد. القوة دي تبقى قد ايه؟ مين اللي هيمولها؟ هتتدرب ازاي؟ ايه كيف تتدخل بناء على اي طلب؟ هناك عديد من النقاط مفروض دراستها كويس جدا، عشان ان شاء الله نضمن لهذه القوة النجاح في مهمتها، عشان لما تبدأ صح، ما تبدأش غلط وتنتهي بدون ان تفعل شيء. مصر الحمد لله رب العالمين سبقت وكانت سباقة في تقديم العون لكل هذه الدول، والآن هي ايضا بهذا المؤتمر هنخرج منه بالكثير من النقاط اللي هتنفعنا في المرحلة القادمة، سواء كان في استمرار في أعمال الأمن ومجابهة الإرهاب، في إنشاء هذه القوة، أو في إن شاء الله معاونة باقي الدول الأفريقية في مبادرة إسكات البنادق اللي ان شاء الله تعيد الامن والامان لافريقيا والاستقرار للدول الافريقيه. كثيره جدا بتعاني من اضطرابات. نعم يا فندم، مسيره اللواء نصر سالم المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا جزيلا لحضرتك معانا في هذا الصباح. هنروح على بره بقى الحكومه اللبنانيه، وعنوان في المصري اليوم في الصفحه 7: الحكومه اللبنانيه الجديده تنال ثقه البرلمان والشارع يواصل الغضب. طبعا كلنا تابعنا ان بالفعل الحكومة اللبنانية حظت على ثقة البرلمان، وكان في اعمال شغب بشكل كبير جدا امام مقر البرلمان من اللبنانيين، ويمكن كل الاسئلة او كل الناس بتتساءل طب اللبنانيين عايزين ايه؟ يعني هل لا يرضيهم هذا التشكيل الجديد للحكومة، وما هي متطلباتهم حتى يهدأ الشارع اللبناني بشكل كبير؟ وشفنا أعمال غضب، وشفنا تدخل من القوات اللبنانية مع الموجودين في الشارع اللبناني، وبالفعل شفنا أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب حظت على ثقة مجلس النواب وبرئاسة نبيه بيرلي، وصوت لصالح الحكومة 63 نائب من 84 حضروا الجلسة العامة للبرلمان، من إجمالي عدد النواب اللي هو
هو 128 عضو. طبعا بعض الأحزاب رفضت وقطعت هذا التصويت على إعطاء الثقة للحكومة، وفي مقدمتها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري للحكومة الجديدة، واستمرار المواجهات مع المتظاهرين وعناصر الأجهزة الأمنية، واللي استمرت المواجهات ما بينهم لفترة طويلة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص. طبعا الوضع في لبنان بنتمنى للتهدئة والوصول لحلول ترضي الشارع وتهدئ الشارع اللبناني اللي بيعاني بقاله فترة طويلة من شهر نوفمبر تقريبا اللي فات، 16 نوفمبر صحيح، بيعاني طبعا من هذه الاضطرابات. وتشكيل الحكومة الجديدة ربما كان البعض يعتقد انها خطوة لتهدئة الشارع وغضب الشارع، ولكن اللي احنا شايفينه مش باين كده خالص. من 17 اكتوبر وهي المظاهرات في الساعة 12 بالليل. ان شاء الله احنا كده خلصنا الجزء الاول من هذا الصباح على الساعة موجز لأهم الأنباء، وان شاء الله بعديه هيكون اول وقفة حوارية. خليكم معنا.